أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان كالفخار وخلق الجبال من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما كذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.